قل له إن المحبة في شرايينه، قل له إن الخيانة في شراييني، تحلم بصوت الأصلي وتلحينه، تخيل اليوم الأصلي يغنيني. أنا سامعك أتكلم كل شيء خفاش تمام. جيتكم اليوم مقطع جديد. إيش مقطع اليوم؟ ميمز. شابتي موجودة على صندوق غصت تبني عليه كام تبني أسنان بعد صلى الله النبي. Let's go. نبدأ المقطع. طبعاً يا عيال قبل شوي قبل ذا المقطع على طول كنت مصور قصة، أوكي؟ كنت ناوي أصور لكم قصة رعب بس ورب الكعبة يا عيال شباب الحين الساعة 2 شي يوم أقول لكم إيش اللي صار. فوقفت ورب الكعبة ووقفته وبلع القصة كلها على بعض وبلع القناة كلها. ف let's go نبدأ المقطع. طبعاً شكراً فواز على الميمزات لأنه خذيته من سيرفر. إيش هذا شباب قاعدين في عرضه والله. كم وصلت؟ كلنا البسروال طلعت كذا. دقيقة شفيق وش هذا؟ في كائن جديد والله. هذا صهير بلبلي. يا صهيب هذا اللي حذف. قم قم لا لفعك. أح والله بسر والله ليش تهيط بالساعات؟ واحد مدري ايش فكره مقطع غريب شاورما لا لا في روب قاعد يسوي يعيش داخل صحن رز. شوف اطلع يا رب. 16 ضربه بالصينيه. احترم الحجاب. طيب والله اني رهيب رهيب مره بالسعد واطلق اضافه للجروب باور قسما بالله. اديكم شعر جايين. معليش متوتر. لا عادي حبيب قلبي عادي حبيب قلبي. حبيبي كيف حالك؟ انا ابوي قال لي ايوه لو جبت لي البيرك هيشتري لي اكس بوكس. بقول القصيده. ايوه قول يلا. ايش ناقتي يا ناقتي تستهتروا فيها؟ لا 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 غير صحيح يا شباب. هذه اللقطه طب ساعدنا من دخل البيرك اطلق جذب بالمقطع كامل. تستهتروا فيه قام. صلي على النبي. جالس اكلمك لما اكلمك على فكره الموضوع صاير مره سيريس. معرفتي السيريس صرت تهبد بدون ترتيب. هذا لما اهلك يتركونك بعضين في حالك. امر ايش في خاطرك؟ ما يمر عليك صديق. شوف عندنا عفش نبغى نشل العفش عندنا بيت فيه عفش ونبغى نشل العفش من البيت. رخيص والطلب غالي. والله انك والله طيب عفشك ذا بطاطين وطراريح و فيه مكيفات وغسالات. يا اخي ورب الكعبة ابو ناصر بطل. يود انفجر خلاص تزق. ينحل ابوه. رب الكعبة يا ابن سقيل. لو انا كان انفجر بدون ما يشق هذا المميط اللي يطلع منه. يا الله يا عندي فاسقه. ما يا بول ما. استغفر الله. استغفر الله العظيم. اللهم لا شمات. مؤسس علم البديهيات. هذا البير اسمه بيرامة. سمي بيرامة لأن بهمة. احذاه لورا. سمي بير المه لأن بهمة. Hey girl for night one. Hey boy, استغرب معك صدق. صوت صفير البلبلي هيج يا قلب الشام. هذه رسالة في جروب العائلات تحترنك. ليه دراته؟ أول متعافي عرفته. أنا تسمى متعافي بالمدرسة نوم عنه. هذا الأمر يثير غضبي. هذا الأمر يغضبني كثيرا.
يحبون كثيرا. كنا نحتفظ بالقليل من البابون اجل تلبية طلبات كوكو المضحك. هذا الصدق صدق متعافي. لا هذا فؤاد صح؟ واتساب ولا فيسبوك؟ استغفر الله العظيم. الاغنية معمولة عشان تضايق الرجال وتنكد عليهم الرجال. شوف شوف هذا كيف يرقص الشباب. شوف شوف هذا هذا شباب. شوف هذا هذا الدب ذا. والله صديقي شباب حنا ما ننقهر. شوفوا الرجال لا تنقهر ولا فيه فضول. يعني البنت ايش تحاول تسوي فيه فضول؟ ترى ما عندنا فضول. There's one more pizza left. I'm gonna get it. Nice. Can I please? راسي قام. والله راسي والله يستاهل. راسي قام مرة. Honestly, bro, I should have knew better. Like, who cops a guard dog on Facebook Marketplace? Look at him. He's not guarding shit. He's not guarding. نقرأ الكومنتات مين موجودة. أنا شخلنا بثك تلك. يا الله إبراهيم كلنا نحبك. الله يسعدكم شباب. شكرا لكومنتاتكم. إبراهيم تكفى بث كل يوم. والله صدق ما تحمل إنك يمر يوم بدون ما تبث. إن شاء الله يا شباب بإذن الله تعالني مرة حقطة. إبراهيم وجهك عسل يا حبيبي. أنت العسل والله. إبراهيم يبث رب الكعبة. فكر بس طقطق بسناب. شباب يقولك أصنع أفضل فيديو مضحك على اليوتيوب أو موت. للي شباب رب الكعبة للي للي أي شيء في حياتي صور ما عندي أي مشكلة. وما شاء الله عليه يعني حقق مفهومه. قطه نياو قطه نياو قطه نياو امراه ست يتالم اي مخنوق اوف عربية بيب وحيد القرن ملح نو شوغر ملح نو ملح بالانجليزي مو سكر. استغفر الله. دخلت الحارة بجلانط وشاف جاركم علم أبوك. وحياة المضخم الشريف لو أهل الحارة فعزوك الدابات بينها والله يلحق معهم ولا باقصهم ولا فيدي يفتح تلميه ولو كلمه يخرب بيتك بالحارة. يا أخي شو طال لي يدخل الحارة جلانط؟ هذه كم مرة واحد داخل بجلانط رب الكعبة صفت برا سيئة. لما تجرب أصوات التيك توك تتخيل أنك بالتصميم. استاذ سعد اعتذر. الله يرحم امك. والله اني ما راح ابوك بس اعتذر. كيف حال امك؟ كيف حال الوالد؟ يا اخي ما ادري ايش فيها ناس تخيلها مسبات يعني. ورب الكعبه انا واخوياك كذا بس خلاص مدرسه سلمني على اميمك وانت بعد يلا سلم. دليته بسعيد داوم ونسسنا. يا اخوان عندي سؤال. الان اللي يعض ذيب ويصير كذا يطلع له شعر وما ادري ايش يسمونه مستذب. ايوه. طيب اللي يعض غراب يعني يسمونه مستغرب؟ مستذب. طيب اللي يعض عجل يصير مستعجل. الله مستعان. صل على النبي سلام عليك. مستغرب مستعجل الله صل على النبي سلام عليك. مسعيد والله هذه لو انك دوام اطلق لك بس رب الكعبه انه رهيب مره مسعيد. حقنا بودكاست الايجابيه اذا قلت له قلت له تبن تاء تفاؤل باء بناء نون نتيجة. طب كل كذا يا سعودي عطنا 4 صاروخ اكثر راس قال يا اخوي على ايش بغيت وثلاثه صامولي 4 صاروخ وثلاثه صامولي من غير بطاط سفري ولا برا؟ لا برا. برا ايوه. وحطها مع الزيز ولا حط مايونيز وكشتر كشتر ايوه.
ما شاء الله ولا كلمة صح. ما كان شغل الكرسي. هذا عسكري، هذا اللي يقول لك في الدوام يا رجال نهاية عسكرية، هذا هو. فإلى هنا انكسرت الحلقات، صلى الله عليه وسلم وحسبت وزيطة حسن الله وسلم عليه كام تبعني أسنبت. صلى الله على النبي، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، صلى الله على النبي. I love you so much. See you.